السلام عليكم، معكم عبد المطلب فاطمة، المشرفة على المركز السياحي مكتب المعلومات السياحية تفراوت. هذا المكتب اللي تحل وعطى واحد الإضافة كبيرة للمنطقة وشرف لينا، خصوصا أنهم اللي كيجيونا ناس وزوار من جميع أنحاء العالم وكيقولوا لنا انتوما الأولين، ولا بالعبارة ديالهم بوزيت لي برومي. هذا شي حاجه كتشجعنا كمغاربه كاملين وفرحه لينا كاملين، وتحيه للناس اللي شرفوا على هذا المشروع حتى دار هنا، وتحيه كذلك للمهندسه اللي شرفات على الديزاينر ديالو وعلى كذلك الطريقه الهندسه ديالو في الترميم ديالو. كذلك هو عباره ماشي غير فقط لاعطاء المعلومات السياحيه واستقبال السياح للحصول على معلومات سياحيه ولا الفنادق ولا جميع الحاجات اللي متواجده في تفراوت الخاصه بالسياحه، لا كذلك هو مركز لبيع المنتجات وتشجيع بيع التعاونيات المنطقه من ارقان املو المنتجات الطبيعيه. واضافه جديده في مهرجان تيفاوين، ضفت لنا شباب المنطقه صور خاصه فوتوغرافيه ديال المنطقه مصوره باحترافيه عاليه وجوده للبيع، وكما كنسوقوا بها كنسوقوا المنطقه وكنعرفوا المنطقه ديالنا. كنرحبوا بجميع الضيوف ديالنا وكنقول كذلك شكرا لكل الناس اللي جات تحضر معنا وكذلك كل الناس اللي كتشجعنا.